ازيكم؟ معاكم سوا سيد. فيديو النهارده بتكلم عن مشتريات شي ان، بس المره دي انا فتحت المشتريات علشان اقول رايي على طول علشان ما اتفاجئش. فانت لو عايزاني اتفاجئ في دي فيديو هحطه لكم في اخر الفيديوهات، ده اللي انا اتفاجئت باول مشتريات ليه. لكن الاوردر ده انا فتحته علشان ما جاليش على طول، جالي قطعه في قطعه او قطعتين كده يعني، ما طلبتهوش مره واحده، فمش هتفاجأ علشان شفت الماتيريال وفي حاجات عجبتني وفي حاجات ما عجبتنيش نهائي ومش عارفه البسها ازاي بصراحه. ف يلا بينا نشوف الفيديو بسرعه. تمام، مبدئيا كده اول كده هوريها لكم. هي الطريقه اللي فوق راسي دي ما لقيتلهاش مكان جنبي، فقلت البسها وخلاص فوق راسي، يعني نحط كل حاجه مكانها كده عشان ايه نريح بعض. ماشي. الطاقية دي الماتيريال بتاعتها حلوة جدا، هي كوخ كده شتوي. لو في مطرة تلبسيها بقى بص كأنها شمسية كده بالظبط. تمام. انتوا عيبها بس ان الحزام ده بيقعد يتفك، يعني شايفين ده ايه صمغ، ماشي، او شمع، فمش مشكلة. فيعني دي اول حاجة بقى، وتطبقي اللي فوق دي زي ما انت عايزة كده، تعملي الشكل اللي انت عايزاه. دي اول حاجة. طبعا انا محجبه فلابسه تحتيها طرحه، مش عايزه كلام يعني. تمام. دي كانت اول قطعه، ودي هديها 8/10 عشان هي حلوه ومدفيه راسي. تاني قطعه معانا هو السويت شيرت ده. السويت شيرت ده انا كان نفسي فيه من زمان جدا 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 بسبب لونه بس، علشان بقى قلت انا عايزه ابقى رقيقه كده وبتاع، فاجيب حاجه لونها بينك. المهم جبت السويت شيرت ده اهو. طبعا انا لبسته فهوريكم الصور بتاعتي، وهنا ماشي هحط لكم هنا دلوقتي، ركزوا في الحته دي دلوقتي. المهم بقى انا جبته ده، انا جبته اكبر مقاس عشان انا بحب تكون الحاجه واسعه واوفر سايز عليا، فجبت مقاس اللارج اللي هو بما يعادل 8 او 10 في المقاسات بتاعه، مش المصري، اللي هي مقاسات اليو كي. تمام. اليو اس. فالمهم ده حلو قوي. تمام. وبس لونه جميل وكل حاجه، بس انا متخوفه منه جدا في القماشه بتاعته، ما حاسه ان القماشه بتاعته يعني بلستر 100%، فخايفه في الغسيل، يعني خايفه اغسله جدا. قماشته واقفه كده، هو ناعم كده بس قماشته بلستر 100%، وخايفه ان انا اغسله. ف يعني انا بحاول بقدر المستطاع وانا خارجه بيه، ما كنتش عايزه اوسخه خالص عشان انا لحد دلوقتي مش عارفه انا هغسله ازاي عشان قلقانه من قماشته. لكن هو كستايل وكمقاس لون حلو جدا، لكن انا خايفه من الخامه بتاعته علشان هي مش قطن نهائي، ده يعني بلستر. تمام. فخايفه يوبر، فعشان ايه محدش يشتريه ويقول لي انت قلت عليه حلو. انا بقول لك انا متخوفه من القماشه بتاعته، بقولها لك من اولها اهو. نيجي بقى على القطعه الثانيه، دي كانت ايه؟ طبعا عارفه انا شاريه ايه، بس عشان اغلبيه الحاجات اللي انا شاريها لونها اسود. تمام. ده جاكيت ووتر بروف، بس هو خفيف جدا. انا عارفه ان هو خفيف قبل ما اشتريه، لان انا اصلا جايباه للصيف. ايوه جايباه للصيف عشان انا ما بلاقيش جواكت للصيف نهائي، فجبت الحاجات في فصل الشتاء كده اللي هي جواكت، بس ده اصلا خفيف خالص. ده عباره عن كده جيوب كده، وانا ما اعرفش مقاسه ايه لان انا ما قستهوش، واستك من هنا كده، وهو ووتر بروف بالظبط وطويل، يعني مغطي جيب البنطلون. ده برضه عجبني قوي، وليه حزام كده ممكن تقفليه او تفتحيه، ممكن تقفليه وتفتحيه كده، برضه هحط لكم صورته هنا. تمام. بعد كده بقى جبت التيشيرت الابيض ده. التيشيرت الابيض ده بقى بصراحه يعني بصوا هو لسه ما اتفتحش، يعني شايفين بس من خامته من بره كده، وانا بفتحه لقيته شافف جدا، يعني بصوا صبعي باين اهو، صبعي باين. امال بقى هيحصل ايه في رقبته ولما يتشد؟ يعني انتوا ليه يا شين بتعملوا الهدوم شفافة؟ ليه بتعملوا الهدوم شفافة؟ ده اهو، ده مقاسه كويس، انا ما لبستهوش بس هو كمقاس كويس وتقفيله حلو جدا، بس خفيف جدا، خفيف قوي. يعني حسيت كده ان هما جايبين حاجة شفافة كده ومدينها لي يعني. فانا بصراحة مش عارفة هلبسه ازاي، لان هاي كول هلبس تحتيه هاي كول تاني، يعني همشي عاملة كده، مش عارفة. ده ما عجبنيش نهائي عشان قماشته خفيفة خالص. طبعا لو انت مش محجبه برضه مش هتلبسيه شفاف اكيد، يعني احنا هنهزر مش هنهزر. طبعا دي كده بقى ده بقى جميل قوي. ده عباره عن ايه؟ عن طول كده، انا جايباه لفكره معينه. ده اهو طبعا انا بجيب اكبر مقاسات يا جماعه، شايفين شكلي من وراه. ده بقى طول. تمام.
ده بيتلبس على اي تيشيرت او بنطلون، يعني مثلا تلبسي شميز جينز على بنطلون جينز وتلبسيه تحت فوقيهم، او اي سروبيت. انا جايبه عشان البسه على السروبيتات، علشان انا ما بحبش السروبيتات تبقى واضحه قوي، فبلبسه فوق السروبيت. ممكن البسه مثلا وتحتيه اي تيشيرت وفوقيه جاكيت، يعني انا جايباه لكذا حاجه. طبعا لو انت مش محجبه بقى بتلبسي تحتيه اللي انت عايزاه، انت حره في ده. ماشي. بعد كده بقى هنخش على القطعه اللي بعديها، هي دي. ماشي. طبعا انا لما جبت الهيكل الابيض قلت شفاف، قلت يبقى اكيد الاسود مش شفاف، لان انا سمعت من ناس كتير جدا ان الابيض بتاع شي ان بيبقى شفاف، بس للاسف في اسود كمان شفاف. شفتوا بقى المفاجاه دي، في اسود شفاف كمان والله. ده بصوا يا جماعه، شايفين صبعي؟ شايفين صبعي اهو من الشمال لليمين، باين جدا. بصوا وشي اهو كاني لابسه شرف. ليه شرف؟ ليه؟ طب انا ليه ادفع فلوس والاقي في الاخر خالص الحاجه اللي انا جايباها المفروض تكون مش شفافه الاقيها شفافه؟ ايه ده؟ اه دي فتله، انا قلت كمان البطاريه مقطوعه ولا حاجه. لا بصوا، ده كان مقاس 12. انا بجيب اكبر مقاسات في الهيكل عشان يبقى مش ماسك عليا ويبقى مريحني، بس هما بصراحه مش مريحيني ولا ده ولا ده، علشان دول شفافين، الاسود والابيض خذلوني وشفافين جدا. وانت تعدلي انت كمان اهي. طيب اخر قطعه معايا بقى، وهي الجيبه. جبت بقى جيبه قلت اجربها، عمري في حياتي ما جبت جيب او بناطيل منهم، فقلت نجرب. بصوا الجيبه اهي، عارفين عمرو دياب في اعلان بيبسي الجديد ده بيلبس قميص كده منقط؟ هي نفس النقشه دي بالظبط. معرفش بقى هو جاب الجيبه دي عملها شميز ولا هي طالعه موضه. طب بهزر، هي اكيد طالعه موضه يعني. المهم الجيبه دي حلوه قوي، تمام، وعجبتني قصتها. قصتها بصي وجاية على كرانيش كده واسعه. طبعا انا بقى محترمه، بكون في الاحترام، فبحب البس حاجاتها محترمه، بس هي مشيتها خفيفه خالص، يعني عارفه ما توزنش ربع كيلو، خفيفه جدا يعني. يعني وانا ماسكاها كده حاسه ان يعني هي وتقل، يعني هي وتقل كيس واحد، يعني لو حطيت هيفرق مثلا جرامات، لكن هي واحد يعني. تمام. دي ما تتوزنش على ميزان عادي، دي تتوزن على ميزان الذهب بتاع الجرام ده. المهم بقى ايه، بصوا برده شفاف، بس يعني قلت الجيبه مش مشكله ان هي شفافه، لان انا كده كده بلبس بناطيل ستريتش قطن تحت اي جيبه، حتى لو تقيله تقل مليون كيلو لازم البس بنطلون تحت الجيبه. فدي برده خفيفه جدا وشفافه، يعني انا حطيتها لكم في النور، النور هيعدي منها عادي خالص، بس عجبتني لونها عجبني، بس هي برده شفافه. معرفش هي ايه يعني، بمعنى كده ان انا جبت 3 قطع شفافين وجبت واحده شفافه بس كانت بمزاجي، لان انا عارفه ان هي شفافه. والسويت شيرت ده حلو قوي وانا لابساه عاجبني قوي وغرقانه فيه كده وجميل، بس انا قلت لكم ان انا قلقانه من قماشته، فممكن بعد كده تسالوني بعد شويه كده يا ترى انت لما غسلتيه حصل له ايه. وبس كده. والجاكيت الووتر بروف عاجبني قوي، بس انا لسه ما قستوش، فمش عارفه في اللبس يبقى عامل ازاي، بس هو في الصور كلها الريفيوهات اللي عليه كان شكله حلو جدا. طيب انا بكده كل الفيديو بتاعي خلص، وقلت لكم تجربتي الحلوه في الفيديو اللي فات وتجربتي الحلوه والوحشه في الفيديو ده، وقلت لكم رايي بصراحه. و بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك دوسي لايك ودوسي اشتراك وتابعيني في الفيديوهات الجايه، واستني بقى تنسيقات كل اللبس ده هنسقه، وهصور لكم في فيديو منفصل علشان تعرفوا ازاي يعني لبسته لو يهمك يعني. طبعا الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.